بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام، ربنا اهدنا ورعاك بنا، اللهم سلمنا على الإسلام، اللهم طيب وجوهنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا براء ممن اسودت وجوههم في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضا. الناظر في هاي أيامنا هذه يجد أن من اعتنى في كرسي الحكم في أرض العرب خاصة أنا أشأن من الحجاج بن يوسف فقط من جميع الوجوه، ولا أعجب أن يكون هؤلاء لهم عاهات بدنية جعلتهم يسيئون لشعوبهم هذه الإساءات مع سوء روحهم وعدم طهرها ومرض قلوبهم وهل المجر، لكن الناس كل تعرف هذا، خاصة علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة والقادة السياسيين المنحوسين اللي هما سبب أذى للناس الشرق والغرب، أهلك الحرق والنسل وخرب البلاد وأشقوا العباد. لكن بعجالة أقول لكم ما ورد في بروز الذهب المسؤول، هذا الخبر الذي يعنينا هو ما تميز به الحجاج بن يوسف فقط منذ ولادته، ولدته أمه وهو مشرف. ماذا نجد في عند المسعودي؟ أن هذه الأم قال هي فارعة بنت الهمام وجدت مشوها، الله أعلم ربما هو فرق سماء، الله أعلم ربما هو أمه كانت تعيسة من طرف آداب زوجها ولا قبيلتها، على كل حال كان مشوها لا دبرا له والعياذ بالله، يعني إلى قدمه فما جاء مختوم اللطف لا استلام لا دبر له، فتوقف ذلك الدبر وأباء أن يقبل فرد أمه، مثل سيدنا موسى عليه السلام أقبل على سيد أمه حين رفض غيرها، وأباء أن يقبل فرد أمه وغيرها، هذا كل ما بعده قبل لم يقل تدوم ولا غير أمه، فأياهم أمره ولم تبيع الناس كل ما هو شاذ حافظ الناس. يقال أن الشيطان تصور في صورة الحارث بن كلب، فقال ما خبركم في وقت الناس اللي تآمنوا على النبي عليه الصلاة والسلام ودبر عليهم الشيطان في صورة آدمي، أن يفرق دمه دمه دم الزكي عليه الصلاة والسلام من القبائل. هذا تصور هذا الشيطان اللعين، ودائما تصد الحبيبي الشيطان حميمي بصورة حارث بن كلب، حارث بن كلب مشهور بالتنبيه، فقال ما خبركم؟ بهمش. فقال ولد ليوسف فقط ولد وأبى أن يقبل ثدي أمه ثدي أمه، فقال اضعوا له تيسا أو تيسا أسود، والعياذ بالله شوف الشيطان من يوصل في صورة حالك والعياذ بالله مؤذية، ولعقوه دمه أي دم التيس وجهه ثلاثة أيام مش مرة بك. شوف قداش عن مغرب بالإنسان لهذا الناس اللي قبلتوا يقفوا شوية بالصورة دي، يقفوا شوية ماذا يحاك ودك على حساب تدفعون الثمن الدنيا والآخرة في العذاب المقيم، وقت وجهه ثلاثة أيام، فتعالوا ذلك. فقبل تبدي أمي في اليوم الرابع من يد تلك مش من يوم ثاني اليوم أخذ الفريق اللي يحبوه، لا زاد عانة. فقال أولى أم ما يقدر أني ما بيني دخل التنس بالمستنس ويعقوه
يمرض وجهه بدم التيف. والله يا علاج بس يكون يوم رابع لابد منه ان يكون رافضا. فهو رافض سنه الرسول عليه الصلاه والسلام لانه كان يسمع بحق بغير حق. ودعا عليهم النبي عليه الصلاه والسلام يضرب برها وفجيرها النبي عليه الصلاه والسلام فلا لعنه. هي كان يقول شنو المطلوب من رحمه الله. وكان لا يصل الى سفك الدماء يعني انتوى منها القوه ولا سلم قوه بسيف الدماء. وكان امور لا يقدر عليها غيره في الامر انه هو وحيد من نفسه يعني في الحرام تصورا وسلوك طبعا هو شر مستطير ان يرجع. وحكي عن الحجاج بن الأمية أنه انفرد يوما عن عسكري فلقي عربيا فقال يا وجه العرب كيف الحجاج؟ قال ظالم غاصب. فقال له هل شكوته إلى عبد الملك؟ رجل مطلق حتى سبيل يسبل الفساد إلا وأخذها برقع. هل شكوته يا عبد الملك بن مروان؟ فقال اظلم وارشم. فبينما هم كذلك الحجاج العربي ومن كان معهم فبينهم كذلك اذ تلاحقت بعسكر وعلم العربي انه الحجاج كل فهم في العصر لكن وقت اللي راى العساكر بين يدي الحجاج عرف هو هذا صاحبه. فقال يا امير المؤمنين السر بيني وبينك انا هنا تحايل عليه العربي قال يا امير المؤمنين قال له لكن مساري العربي مكر به وقال لي اظل واظلم كذا هو امير اللي يحكم في الحجاج ليس العربي ولو هو كنا احمق نوعا ما لكن فيه هنا لم يكن خيفا. قال السر بيني وبينك لا يطلع عليه الا الله تعالى. فتبسم الحجاج وانعم عليه وانصرف. وبعد ثم نوادر اخرى الله اعلم بصحتها ومقدارتها الصحه لسنا بحاجه اليها. نسال الله السلامه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه